الماتش بتاع النهارده ما كانش سهل قوي، الحمد لله قدرنا نفوز في الماتش، وان شاء الله باذن الله يعني نفوز باذن الله، والجاي يكون ان شاء الله خير يعني. وشكرا للجامعه طبعا على التنظيمات بتاعتها الجميله دي. لعبنا النهارده كويس الحمد لله وفزنا، وان شاء الله نكسب كل ماتش ونوصل للنهائي باذن الله، وان شاء الله السنه دي برضه ناويين على الكاس. الحمد لله النهارده ربنا كرمنا وكسبنا ضربات جزاء، الفرقه كانت صعبه والماتش كان صعب. احنا جايين امل واحد بس ان ناخد 50,000. النهارده كان اول يوم والحمد لله حققنا فوز اول 5-0. كسبنا النهارده 7-1. شايفين الملاعب كويسه والاضاءه شغاله كله تمام، بالاضافه للكور يعني والتحكيم ممتاز قوي وكل حاجه. شاركس. التنظيم النهارده كان كويس والحمد لله قدرنا نفوز في اول ماتش. روخي بلانكوس. لا الاجواء هنا كويسه ومليانه روح رياضيه يعني، وباذن الله برضه البطوله مش هتخرج عن كليه الصيدله. بنشكر كل الناس القائمين على الدوره، وبنشكر كل الناس المنظمين للدوره، اجواء رمضانيه رائعه والطلبه مبسوطه، وربنا يتمم الدوره كلها على خير ان شاء الله بعون الله. كان اداء رائع من بعض اللاعبين ونشكرهم على الاخلاق قبل الاداء.